انا حسن مالك ممثل. هي كانت صدفه نوعا ما في المدرسه، وبقت اكتر حاجه بحبها واكتر حاجه بحب اعملها. لا بالعكس، انا كنت ضد ان انا امثل خالص. توك من الشيماء وانت انا بقيت في حته تانيه، ولا ابوك يامر بيه انا سداد. لما استشرت احمد قال لي بلاش تعمل اي حاجه قبل مثلا ما تاخد ورش وتتعلم عن التمثيل الاول، فعملت ده. وكنت بعمل كاستنج بقى واوديشنز عادي زي ما كله بيعمل، ولحد النهارده لسه بعمل يعني. وعملت بتاع لعبه النسيان وخدت الدور الحمد لله. مش بذاكر، بعمل حاجه اهم. بتعمل ايه؟ بدور على جامعه بره. انا كنت جامايكا كان شاب خطر خالص، غلبان والله، بس كان شبح يعني وتسول وكده. وبلاقي ابويا فجاه والحياه بتنور، يعني الدنيا بتنور فعلا زي ما ممكن نقول. يعني مش مصدق في الاول، كنت نص نص كده بشوفهم ممكن يبقوا فلوس. وبتتطور الاحداث ان هو ولا فرق له اي حاجه، ان هو اوريجينال قوي كده، يعني مش بيغير من طريقه كلامه، مش بيغير من حاجه عشان خاطر حد. لا هو جامايكا عادي مع كل واحد. يعني تحب الجلاش؟ بس انت ما بتجيش معايا، افهم ده. اول مره كانت في لعبه النسيان، كانت رعب، مرعوب قوي. في الاول ما كنتش مرعوب، في نص اليوم اترعبت قوي. انا كان عندي مشهد كبير كده، ف ده اللي كان يعني ده هبني قوي كده، اترعبت جدا. فنكت كده وحسيت ان كنت عايز اتبخر حالا. نفس فكره السبويلر يعني. احدى وظايف السبويلر هي نفس الحاجه. ليك في العربيات ولا ايه؟ ليه في العربيات؟ لا انت محتاج قاعد على روقان كده بعد ما نخلص. شبهي كان خلالات من زيز وقتها كمان، ساعتها برضو حب العربيات ده جالي من المسلسل. واكتر واحد حبيته جامايكا طبعا، جامايكا ده في قلبي. انا كان نفسي اطلع لعيب كوره، بس مش اشطر حاجه فيها، ربنا يعني ما اردتش.